ومن الرمسان العقبة من الرمسان العقبة ومن الرمسان العقبة ومن الرواشد حتى الأغوار ومن الرواشد حتى الأغوار شباب بتهجم على النار وشباب بتهجم على النار. بهذه الكلمات بدأ الائتلاف الشعبي والشبابي اعتصامه من أمام مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الصهيونية، مطالبين بإسقاط معاهدة عربة المشؤومة مع الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني وسط تواجد أمني لقوات الدرك. وقام المشاركون بالاعتصام بإحراق العلمين الصهيوني والأمريكي، وصدحت حناجرهم بهتافات منها وإن هلهلت في الجزائر تحية للشعب الثائر. الموت لإسرائيل، الموت الصهيونية من بعيد. ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني، كما رفعوا يافطة كتب عليها تراجع الحريات والأزمة الاقتصادية إفرازات وادي عرب. الشباب لم يكن لهم هو أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد. زنا الزنا غايةٌ تشرف ورايةٌ ترفرف، غايةٌ تشرف ورايةٌ ترفرف. يا هلاك في علا قاهرا عيدك، قاهرا عيدك، موطني موطني.